أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج العقرب الثلاث 16 مارس 2021. برج العقرب من الشخصيات الصادقة، ويظهر ذلك في تعاملهم مع الأشخاص، وهم يكرهون الكذب ولا يعطون ثقتهم لمن يكذب عليهم، فالصراحة والوضوح مهمين بالنسبة لهم، ويكرهون النفاق ولا يحبون المجاملات الزائدة عن الحد، ودائما ما يقولون الحقيقة حتى لو كانت صادمة. عاطفيا، تجنب الجدل والمشاحنات مع شريك حياتك، وكن لطيفا وحاول أن تلتزم بالهدوء حتى تمر العاصفة، وربما تساعدك الذكريات الجيدة بينكما على تخطي الموقف، ولكن يجب أن تكون على استهدام تام للوفاء بجميع التزاماتك الاجتماعية، فقد يرغب عدد من أفراد عائلتك أو أصدقائك في الاجتماع بك اليوم، وستحظى بوقت طيب معهم. مهنيا، تحقق عددا من النجاحات في مهنتك اليوم، وقد يمنحك عرضا مميزا انتظرته منذ فترة طويلة. وبالنسبة للعاطلين عن العمل، سيصلهم أخبار سارة اليوم، وربما يحصلون على وظيفة أحلامهم. صحيا، تشعر بالإرهاق بسبب أعباء ومتاعب العمل، فحاول أن تأخذ قسطا من الراحة وتجنب الشعور بالإرهاق، وستحصل على طاقة تجدد بها نشاطك في الألعاب الرياضية التي توقفت عنها بسبب مشاغلك. لذلك يا عزيزي برج العقرب، في يوم من الأيام الجميلة المليئة بالحظ السعيد، عليك أن تفعل ما تشاء، خاصة المهام الصعبة مثل الامتحانات والعمل الذي يتطلب حظا سعيدا خلال النهار. يمكنك المغادرة مبكرا لأن لديك أمور عائلية وشخصية.